بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البطاطس. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنكمل قصتنا مع البطاطس. ده عمر 55 يوم، الحمد لله، يعني التغطية كويسة مش وحشة بالنسبة للحاجات بس اللي بننبه عليها في الأيام دهيا. يا ريت يا جماعة، يا ريت ناخد بالنا رقم واحد من عملية التسميد. عملية التسميد يا ريت الأسبوع ده بتحط دفعة عالية من الفوسفور، والأسبوع اللي جاي بتحط كمان دفعة عالية من الفوسفور. 15 يوم عندك على 55 يوم، بتعتبر 70 يوم. وقف تسميد الفوسفور على كده الأسبوع ده، يا ريت ترش رشة عالي فوسفور عشان تساعدنا بس في المدادات وفي العدد، عدد الدرانات اللي موجود تحت الجورة البطاطس، وإن كان بيتحكم فيها حاجات كتيرة طبعا تانية. تمام، يعني الغطا نفسه أو الريدج نفسه بيتحكم في العدد يا جماعة، لأن اللي بالنسبة لي عدد السقام بيتحكم في العدد اللي هو هيكون عندك، لأن أنت لو زارع زراعة سطحية هيكون الأحجام عندك كبيرة ولكن العدد هيكون قليل، ودي طبعا مشهورة جدا ومعروفة. عدد السقام عندك لو ما كانش مظبوط، لأن الساق ممكن تشيل 3 4 حبايات، لو السقان عندك العدد بتاعها مش مظبوط بالأسف الشديد هتلاقي الدرانات العدد بتاعها قليل. بترتكز القصة على انك هتسمد مستوى الخصوبة في الارض عندك، او مستوى التسميد عندك في الارض عامل ازاي. لو مستوى التسميد في الارض عندك كويس هتلاقي الدنيا كويسة معاك، والاحجام تبقى كبيرة. حتى لو العدد عندك قليل قد يعوضك شوية، ولكن لو المستوى عندك قليل او النبات ضعيف للأسف الشديد هتبقى خسرت العدد، وتبقى خسرت الأوزان كمان بتاعة الدرانات نفسها، ودي طبعا مشكلة هتأثر على المحصول الكلي بتاعك في الآخر. طيب، بالنسبة ده بالنسبة للفوسفور، وقلنا طبعا بنرش رشة عالي فوسفور، وموجود كتير إن كان سايل ولا إن كان بودر، ممكن ترش رشات العالي الفوسفور على حسب البلد اللي انت موجود فيها. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين بالنسبة للأزوت، ثبت الأزوت عندك، النيتروجين ثبته عندك، ما تحاولش تلعب فيه اليومين دول خالص، سيبه لحد 80 يوم وتوقف الأزوت خالص. تمام، البوتاسيوم تبدأ تزيد في البوتاسيوم من النهاردة، تبدأ تسمد بوتاسيوم تدريجيا كده، بتعلى بيه لحد ما بتوصل 70 يوم، بتنزل بيه تمنعه عند 80 أو 85. لو عندك عرش كويس الدنيا هتبقى معاك كويس. رشة التصفية واللي عايز يصفي والكلام ده كلته. أنا يا جماعة أكتر حاجة بتستفزني إيه، يكبر الحباية. إيه يكبر الحباية إزاي يعني؟ اللي يكبر الحباية إنه يكون عندك نبات كويس. ما إحنا قلنا من زمان أمه قوية جنين قوي. سيبك من اللي بيحصل على الفيسبوك والحاجات اللي يعني بتزعل الإنسان وبتخليه يسكت ويقف، يعني بيخليه في حاله خلاص، عشان ما فيش اصلا يعني عاد مخ يستوعب. وكل انسان ما بيكبر في السن كله طبعا يعني ما بيبعد بعيد عن الضغوط او الحاجات اللي ممكن تستفزه دهيت. فيقول لك الرش ايه يا جدع، رش بوتاسيوم، رش نترات، رش سترات، ورش ورش ورش. طب افترضنا العرش عندك خايب، وانت اساسا مزارع خايب او مهندس خايب، هيعمل لك ايه الرش ده اساسا؟ اذا كان العرش اصلا مسقوط وما فيش عرش، ما فيش نمو خضر يا جدعان، انت يعني ما لكم كيف تحكم؟ ما عندكش عرش نمو خضر كويس، هتحجم ازاي؟ مش هيحصل لك تحجيم ولو جبت لها ابو سترات البوتاسيوم، وانا بقولها لك واتحدى اي واحد. تمام، عندك عرش كويس، احنا في الاخر بنجيب الـ 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 الحاجات اللي هي بتصفي لنا العرش، وطبعا اللي هي الاستولر هي موجوده، اللي هي مولبدنم وبور مع بوتاسيوم سائل، وبنرش رشتين بس. لما بنرش رشتين دول هنتكلم عليهم فيما بعد، لان لهم عيوب وانا لاحظتها بنفسي. ان ما تكونش الارض عندك جافه، لابد الرشات ده هي تبقى الارض يعني فيها ميه، وميه غزيره كمان يا جماعه، ما تكونش الارض عندك جافه. تمام، فحته التحجيم ديت حاول تعمل العرش بتاعك كويس. العرش كل ما بيبدا العرش كل ما بيبدا ينام معاك على الخط، بيبدا بياخد السمك اكتر، وكل السقان ما كانت السميكه، كل ما غصب عن اي حد هيبقى عندك اساسا بطاطس احجامها كويسه، وديت عن تجارب كتير جدا 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 جدا. تمام، فاهتم بالعرش، عرش بتاعك كويس هيطلع عندك في الاخر نبات محترم. العرش ده محصلة ايه يا جماعة؟
العرش ده محصلة ايه؟ محصلة مكافحة آفات كويسة، مكافحة ندوات كويسة، مستوى التسميد كويس عندك في الأرض، المجموع الخضر عندك كويس، التحجيم بتاع البطاطس بالنسبة للكم والكيف هيكون ممتاز، جودة هتبقى عندك محترمة، الأحجام عندك هتكون محترمة، حتى لو ما رشتش أي حاجة للتحجيم ولا الدنيا في دماغك هتلاقي البطاطس معاك محترمة جدا جدا جدا. تمام، خد بالك من اللي هيأثر لك على العرش في اليومين اللي جايين ده، هو بسبب قد يكون عندك أمطار، العرش ابتدى يبقى كبير وبالتالي حاجز رطوبة كتيرة تحته، الليل ابتدى يبقى طويل، معدل سطوع الشمس ابتدى عندك يبقى قليل، النهار قصير، كل العوامل ده هي هتديك ايه؟ سامعوا بقول في اخر الصف اهو ندوات، يبقى تحاول تحافظ على نفسك من الندوة المبكرة والندوة المتأخرة، من الندوة المبكرة والندوة المتأخرة، ما جاتش لحد دلوقتي لأن الجو كويس، حاول سيادتك ما تخليهاش تيجي ولا تزورك لأن زيارتها خراب بيوت على طول. إذا فمن دلوقتي تحاول ترش الحاجات اللي هي من شأنها وقاية من الندوات، سواء المتأخرة أو الندوة المبكرة، ده اللي ممكن نقوله في اليومين اللي هم جايين ده. هم نختصرهم تاني، التسميد الفسفور عندك في الأسبوع ده هو الأسبوع اللي جاي، حاول تحط دفعتين كويسين. بالنسبة للفسفور بره، حاول ترش رشة فسفور عالي على العرش، عند 70 يوم وقف الفسفور خلاص، ملهوش لازمة أساسا تحط فلوس وخلاص خراب. بالنسبة لمستوى الأزوت تخليه ثابت عندك لحد 80 يوم ووقف. بالنسبة للبوتاسيوم ابدأ من دلوقتي ادي بوتاسيوم، ويا ريت لو عندك نترات بوتاسيوم يكون افضل، حاول تغذي برضه بوتاسيوم للعرش. العرش زي ما قلت لحضرتك تلمش كويس عندك، لو عملت لي ايه هتقول لي هجيب خميره، هجيب عسل وبصل والكلام ده كله زرنبيح ولا هيحصل لك حاجه، طالما العرش بتاعك ضعيف مفيش حاجه هتقدر تدي معاك اي حاجة بالنسبة للتحجيم. محصلة العرش يكون قوي ايه؟ مكافحة امراض كويسة، الندوات، الحشري بتاعك يكون ممتاز، طبعا حشري دلوقتي ابتدينا الحمد لله ما عادش فيه حشري، الندوات دلوقتي عينك عليها كويس جدا، دي محصلة ان العرش يكون عندك، مستوى التسميد يكون عندك كويس، دي من شأنها ان هي تخلي العرش عندك محترم جدا، يبقى انت في الاخر هيكون عندك عرش كويس، يبقى هيكون عندك كمية درانات كتيرة، هيكون عندك أحجام الدرانات محترمة، هيكون عندك محصول محترم. إذن فأنت مزارع محترم ومهندس محترم. العبدالي النهاردة العبدالي الكويت النهاردة 24/11/2019. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.